صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. النهارده في مصر جميله هنتكلم على النشاط الجامعي ودور الجامعه في التربيه وايضا الرياضه، وهناخد النهارده نموذج جامعه قناه السويس. هيكون معانا دكتور طارق حلمي نائب رئيس جامعه قناه السويس، هنتكلم معاه بتفاصيل اكتر عن نشاط الجامعه، وهيكون معانا ايضا الطالب عمرو محمد رئيس اتحاد طلاب جامعه قناه السويس، وامير محمد سيد طالب في كليه هندسه جامعه قناه السويس وحاصل على المركز الاول في بطوله العالم للقوى البدنيه بفلوريدا 2018. طبعا الجامعه ليها دور مهم جدا في البناء والتاسيس وتاهيل الطلاب لسوق العمل بعد ذلك، وطبعا ده بيتطلب مهارات كتيره جدا بيكتسبوها خلال دراستهم او سنين دراستهم داخل الجامعه، وطبعا الجامعات بتقدم نشاطات كبيره في هذا المجال، فده هيكون محور لقائنا النهارده وحديثنا مع حضراتكم من خلال مصر جميله. قبل ما نبدأ مع حضراتكم في فقراتنا عندنا مجموعة من الأخبار، وأول خبر معانا النهاردة من وزارة البترول. أعلنت وزارة البترول أن دول شرق المتوسط اجتمعت بالأمس واتفقت على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط EMGF، وأكد الوزراء أن منتدى شرق المتوسط للغاز سيتخذ من القاهرة بجمهورية مصر العربية مقرا له. ووجه الوزراء كبار المسؤولين ببدء المحادثات الرسمية حول هيكل المنتدى بهدف الاتفاق على تفاصيله والعودة للوزراء بتوصيات لمناقشتها في الاجتماع المقبل المقرر له في إبريل 2019 لبدء توصياتهم. وأكد الوزراء أنه يمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور من تتفق مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام للعضوية لاحقا، وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة التي يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة. كما أعلنوا أيضا أن المنتدى سيكون مفتوحا للانضمام لأي دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين، مع وأنه سوف يعمل على التواصل مع الدول غير الأعضاء بما يساعد على إيجاد حوار وتفاهم مشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة، وذلك وفقا لما تقتضيه الظروف. كما اتفقوا أيضا أن يكون للقطاع الخاص دور هام في المنتدى ويدعي للمشاركة في أنشطة والاشتراك في الهيئات التنظيمية كجزء من المجموعة الاستشارية الدائمة لصناعة الغاز. وطبعا ده خبر مهم جدا لأنه بيضع مصر في مصاف الدول المنتجة للغاز وأيضا المصدرة للغاز. بنكمل مع حضراتكم أخبارنا النهاردة والخبر الجاي عن افتتاح أكاديمية الأزهر لتدريب الوعظ والأئمة من دول العالم، وطبعا دي منارة الأزهر واللي بتستضيف عدد كبير من طلاب العالم. يفتتح الأزهر الشريف صباح اليوم الأربعاء أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر والمستشار التعليمي لشيخ الأزهر وعمداء الكليات وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وآباء الكنيسة ووعاظ الأزهر والأئمة الوافدين من دول العالم المختلفة. وتقدم الأكاديمية مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل بالتعاون مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية التي تم عقد بروتوكولات تعاون مشتركة معها، ويتم إعلانها اليوم في فعاليات المؤتمر الصحفي. وتهدف أيضا الأكاديمية لتأهيل خريجي الكليات الشرعية والعربية وغيرها من الوعاظ والأئمة والمدرسين وباحثي وأمناء الفتاوى لتكوين عقول قادرة على مسايرة تطورات الأحداث والمجتمعات وإتقان التعامل مع الوسائل الحديثة، وذلك لبناء قدرات ومهارات وملكات للمتأهلين والمتدربين وأيضا العاملين في المهنة للتعامل معها والاستفادة منها. وطبعا ده خبر مهم جدا لأنه طبعا احنا عارفين أن الأزهر هي منارة العلم في مصر وبتنشر العلم للعالم كله، وطبعا الأئمة والوعاظ لازم يكون في تدريب مستمر بالنسبة لهم مع تطور آليات العصر وتطور التكنولوجيا، يقدر ان هم يستفيدوا بشكل أكبر من هذا التطور في الخبرات اللي بيقدموها للآخرين. هنطلع لفاصل مع حضراتكم ونرجع على طول نواصل لقائنا ومصر. الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب
كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية. تعد كنيسة القديسة باربورا من أجمل كنائس الأقباط، تم إنشاؤها أواخر القرن الرابع عشر، وكرست على اسم السيدة باربورا التي ولدت أوائل القرن الثالث الميلادي بنكوميدا إحدى بلاد الشرق لأسرة غنية وثنية. يعتبر كنيسة باربورا نفس تخطيط كنيسة أبسيرجا والكنيسة المعلقة من تخطيط البازيليكي الثلاث أروقة والرواق اللي في الأوسط أكثر اتساعاً وارتفاعاً. اعتنقت باربورا الديانة المسيحية على يد العلامة أوريجانس المصري، ورفضت الزواج لتكريس حياتها لخدمة الديانة التي اعتنقتها. اعتنقت الديانة المسيحية وكان وقتها والدها رجل بيدين بالعبادة الوثنية ورفض اعتناقها تماما للديانة المسيحية وعذبها تعذيب شديد. استشهدت القديسة باربورا في عهد الإمبراطور الروماني ماكسيميانوس بعد أن نهرت أباها على عبادته الأوثان، فغضب عليها وقتلها. نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل لقائنا، وما زلنا مع أخبارنا النهاردة في مصر جميلة وبنكمل، وطبعا حاتم انضم لينا. أهلا بيك. أهلا بيك. صباح الخير مشاهدينا الكرام، بعتذر عن التأخير، يمكن بحاول أطلع من مصر جديدة من الساعة 8 إلى 5 بقى دلوقتي، مش عارف كان في زحمة شوية. طيب خلونا نكمل أخبارنا المتعودين إن احنا نتكلم فيها معاكم الصبح. النهاردة اليوم افتتاح الملتقى التوظيفي الأول بمحافظة أسيوط. اليوم افتتاح الملتقى التوظيفي الأول بمحافظة أسيوط لتوفير 10,000 فرصة عمل وتدريب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برعاية وزارة القوى العاملة ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات في الفترة من 16 حتى 18 يناير الجاري. الملتقى بيوفر 10,000 فرصة عمل في جميع التخصصات والقطاعات التوظيفية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع شركات رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص بالمناطق الصناعية بالمحافظة وبعض الشركات خارج المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب وخريج الجامعات من مع مراعاة تمثيل نسبة 5% لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير دراسات الجدوى والمشروعات المختلفة وتوفير القروض للشباب لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة أيضا الفرصة لجميع الجهات لتوفير فرص التدريب للشباب لتأهيلهم على سوق العمل في مختلف الحرف والمهن بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. الملتقى طبعا هيستمر على مدار 3 أيام، وطبعا دي فرصة كبيرة جدا لكل الشباب، كل حد عايز يبدأ مشروع صغير أو متناهي الصغر أو متوسط حتى، يبدأ إن هو يقدم أوراقه ويعرف استيفاء الأوراق. وأعتقد إن كل المسؤولين والمشاركين في هذا الملتقى هيقوموا بالتسهيلات الكبيرة لكافة الشباب اللي هيكونوا بيقدموا على مشاريع جديدة. في نفس الوقت كمان ممكن تتاح الفرصة لعدد من الشباب ان هم يتوظفوا في وظائف مختلفة، وطبعا ده بتوفره الشركات المشاركة في هذا الملتقى. بنكمل مع حضراتكم كمان الأخبار ومتابعة الأعمال في منظومة حماية محافظة جنوب سيناء من أخطار السيول. طبعا حضراتكم عارفين انه في الفترة الحالية هو ده موسم السيول، وطبعا محافظة جنوب سيناء بتقوم بدور كبير جدا للحفاظ على الأرواح والممتلكات من السيول. متابعة الأعمال في سد وادي زغررة مع وادي المريخ، أهم أودية وادي دهب بمدينة دهب ضمن منظومة حماية محافظة جنوب سيناء من أخطار السيول.
السعة التخزينية 750 ألف متر مكعب، ونسبة التنفيذ حوالي 70% من خطة حماية جنوب سيناء من أخطار السيول. ففي مدينة دهب تم رفع كفاءة وصيانة 3 سدود بأودية الغائب وامتداد الغائب والجيني، وتطهير وصيانة عدد 2 سدة بمدينة أبورديس بأودية الأخضر وإسلاف، وبالغ إجمالي تكلفة هذه المشروعات 80 مليون جنيه. مهم جدا المشروع، مش بس احنا طبعا بنحمي الناس، لكن كمان بنوفر المياه اللي بتبقى نازله من السيول لاستخدامها مره ثانيه. اكيد توفير المياه مهم جدا خصوصا في سيناء عشان خاطر التنميه اللي احنا شغالين عليها باذن الله في الفتره القادمه. احنا بنشوف صور دلوقتي مع حضراتكم لتنفيذ المشروع، وطبعا بنتمنى للكل التوفيق. من اجمل الحاجات بقى حلقتنا النهارده، انا مبسوط جدا لان احنا هنتكلم على حاجه مهمه جدا، ويمكن بناكد عليها كل مره نطلع نتكلم، الرياضه مهمه جدا، الرياضه والتربيه الرياضيه خصوصا في المدارس والجامعات. النهارده هنركز يمكن على الجامعات اكتر، اهميه التربيه الرياضيه كماده، واهميه انك تقدر تطلع مواهب كتيره جدا في جميع الرياضات يا هند، مش بس طبعا في كره القدم، في كل حاجه في التربيه الرياضيه. ودايما بيبقى في كشافين موجودين بيروحوا يتفرجوا لما بيبقى في دوري جامعات او دوري مثلا في السباحه، في كره القدم، في السباحه، في بطوله الجمهوريه، مش عارف ايه، بطوله الجامعات، برضو بتبقى حاجات مهمه جدا ممكن تطلع منها مواهب فعلا ممكن يفيدوا البلد ويخشوا في نادي يعني يبقوا حاجه في يوم من الايام ويرفعوا علم مصر في منتخب مصر باذن الله. طبعا الانشطه مهمه جدا في الجامعات المصريه. يمكن حاتم اتكلم على الشق الرياضي، ولكن كمان في الشق الثقافي وفي الشق الفني، وده مهم جدا لتعزيزه وتنميته في كافة الجامعات. طبعا الجامعة دورها خدمة المجتمع وتنشئة وتربية الطلاب لمواكبة سوق العمل الحديث، وده بيحصل في كافة جامعات مصر. والحقيقة النهاردة زي ما قلنا لحضراتكم في المقدمة، اخترنا جامعة قناة السويس كنموذج نبدأ بيه ونتكلم على الخدمات اللي بتقدم للطلاب في كافة الأنشطة، فضلا طبعا عن الدراسة. وهيكون معانا النهاردة دكتور طارق حلمي نائب رئيس جامعة قناة السويس، وهيكون معانا عمرو محمد رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، وأمير محمد سيد وهو بطل وهو طالب في كلية هندسة جامعة قناة السويس وحاصل على المركز الأول في بطولة العالم للقوى البدنية بفلوريدا 2018، نموذج جيد طبعا لكل الشباب. أكيد هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع على طول نبتدي على طول فقرتنا مع مصر جميل. يلا المتحف المصري الكبير أحد أكبر متاحف العالم، مشروع حضاري ثقافي عالمي يقع على الهضبة بين الأهرامات والقاهرة الحديثة، ويضم الآلاف من القطع الأثرية التي تعرض للمرة الأولى في مجمع ثقافي سياحي ترفيهي. مصر جميلة، مصر جميلة، خلي